جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. السلام عليكم، مرحبا بكم في الاسباس تاعنا اللي فيه بليزيور زيتابليسمون. ايمن عبد الكيف في ديريكتور ماركتينغ تاع جولف ادفانس سيرفيس، عندنا الجولف برو، عندنا لابتيست وهكا مش بعيد علينا، وعندنا لو ديرنيي لهنا دي جروب هو تريسام. تريسام سي ان اسباس ديدي او جون، يتلموا فيه كوتيديانمون لي جون، اي دو تان ان تان سا سو ترانسفورم اون سال دو كونسير كيما اليوم. نجيبو فيها نعملو كونسيبت اسمه لايف سيشن، نجيبو دي زارتيست ما يرعبوش ديما في سوسا. اليوم عندنا سي لا سيزيام لايف سيشن، جبنا لاباس، جبنا بن ديرمان، جبنا صبري مصباح، اول عباد جبنا سوسا وما احلى. اليوم عندنا بيناريس، سي ان جروب فرانكو تونيزيان، لا شانتوز تونيزيان سانيا بكاري، اي لو ريست جروب سون دي فرونسي اشوف بيليز. جبناهم في رمضان اول مره في الكوجي في اللي تبع الريستورون اللي تبعنا زاده، وحبوهم برشا العباد. انا اول دوموند باش نعاودو نجيبوه، دونك اليوم جبناهم، عندهم بروموسيون تاع الالبوم الجديد نتاعهم مازال كيخرج يعملو في البروموسيون تاعو. جبناهم اليوم لهنا في تريسام، وغدوة في تونس في كارتاج تلاسو في السال كارتاج ان شاء الله، جبناهم بور دو دات. ودونك فوالا، حنا توا هذاك اللي نعملو فيه توا هو لا ميوزيك، برينسيبالمون لا ميوزيك. العباد اللي يحبوا الاغنية الكل اللي يسهروا كان عندنا يجيو كان لينا احنا. الجولف برو هو من اول بلايص اللي يعمل لايف باند في الجمهورية الكل، عنده توا اكثر من 20 سنة يعمل في الشيء هذا. عندنا 6 سيغ 7 عندنا دي لايف باند، برشا جروبات توا معروفين في تونس اول مرة غنيو لهنا، كيما حسين دوز، كيما اليانزا، كيما زاهر. دونك فوالا، احنا ديما اون ريبون على دوموند دي كليون، يحبوا الغناء، يحبوا الجو، يحبوا حاجه ديكونتراكتي. جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.